فاروق صلاح من هناك من الامارات يحكي لنا القصه عامله ازاي والتمرين مش ازاي. فاروق مساء الفل عليك. مساء الفل كابتننا الكبير الكابتن احمد شوبير، برحب بيك يا كابتن احمد طبعا، وبرحب بكل مشاهدي برنامج حارس الاهلي، كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب يلا، ماذا لديك؟ يعني يا كابتن شوبير، يعني نحسم بقى امور كنا اتكلمنا فيها بالامس عن حاله اللاعبين وحاله المصابين، وزي ما اتكلمنا وحضرتك يعني اكدت برضو ان صعوبه لحاق اشرف داري، خلينا نحسم الامر ونحسم كافه الامور. يعني خلاص تقدر تقول اشرف داري، خالد عبد الفتاح خلاص خارج مباراه الاهلي والزمالك يوم الخميس القادم، لكن في نفس الوقت عندنا اخبار يعني سعيده لجماهير النادي الاهلي. وخليني اكد جاهزيه وسام ابو علي، جاهزيه رامي ربيعه، طاهر محمد طاهر، يحيى عطيه الله، كافه اللاعبين تقدر تقول النهارده يعني. نعم. كان تدريب الاهلي على ملعب زايد، التدريب يعني زي ما قلنا بالامس يا كابتن شوبير وحضرتك متابع معايا هذا الملف. نعم. من البدايه ان الدكتور احمد جاب الله هيعمل تيست اخير للاعبين قبل الانطلاق التدريب، هنشوف على يعني على هذا الامر هل هيدي جرعات تدريبيه اجزاء، لكن انا يعني بطمنك كافه اللاعبين قضوا التدريب النهارده بصوره كامله، جاهزيه كافه اللاعبين نقول الحمد لله رب العالمين، ربنا يكمل على خير ان شاء الله. ايضا في عمر كمال غدا ويبدا عمر كمال، لا خلاص يا كابتن عمر كمال ايضا بس جاهز، انت قلت وسام ورامي وطاهر. يعني عمر كمال. نعم. ياسر وعمر كمال ايضا يا كابتن النهارده ادى التدريب بصوره كامله، باكد. نعم. لك جاهزيه عمر يعني كمال. اذا وسام اللاعبين رامي اللاعبين اللي طاهر حسمنا. عمر كمال ياسر ابراهيم ادوا التدريب كاملا كاملا بالظبط يا كابتن شوبير، باكد لك جاهزيتهم، جاهزيه الحاله من الناحيه الطبيه، من الحاله البدنيه، الحاله الفنيه. اذا النادي الاهلي يعني نقدر نقول بالقوام الاساسي وكافه اللاعبين جاهز لمواجهه الزمالك يوم الخميس القادم باذن الله. طيب غير الاصابات طمني شكل الروح، تدريب، التركيز، حاجات اللي جماهير النادي الاهلي مستنياها. طبعا حضرتك كابتن شوبير كابتننا الكبير وعارف ان خلاص مع اقتراب موعد المباراه معدلات التركيز بتزيد، يعني الامر اللي احنا لامسينه من الامس تحديدا، يعني زي ما قلنا ان اللعيبه فضلت انها تفضل في مقر الاقامه، تبص في عيون اللعيبه خلاص اكنك بتشوف ملعب محمد بن زايد وعلى يمينك النادي الاهلي وعلى شمالك نادي الزمالك، خلاص يعني تقدر تقول عيون اللعيبه في اثناء التواجد في مقر الاقامه اثناء التحرك للتدريب. اي لعيب يا كابتن شوبير بيوصل رساله من خلال يعني من خلال القناه، من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، احنا كلنا جاهزين. اللعيبه عندها يعني شغف كبير جدا للعب المباراه من البدايه، كل اللاعبين في صراع، يعني ان شاء الله نقول صراع. اللي اكتر حد سعيد بهذا الامر هو كان مستر مارسيل كولر، يعني حاله من السعاده على الحاله اللي عليها اللاعبين. شايف يعني شايف امام عاشور النهارده في التدريب بيظهر بشكل مميز، طاهر محمد طاهر، رامي ربيعه، وسام ابو علي، حسين الشحات، اللي يعني اللحظات كده الكابتن محمد رمضان وقف مع حسين كده، انت عارف برده خبرات الكابتن محمد. نعم. رمضان كان واحد من الهدافين المميزين، اتكلم مع حسين في هذه الامور. عايز اقول لك ان الحاله خلاص زي ما قلت لحضرتك تركيز شديد جدا من لعيب النادي الاهلي. يعني تقدر تقول يا كابتن شوبير من المرات اللي يعني الواحد دايما بيبقى متواجد مع الفريق، لكن من المرات اللي انت تشوف فيه اللعيبه الكلام مش كتير، يعني حضرتك قلت كلمه تلخص اي كلام، ان الكابتن محمد رمضان قليل الكلام كثير الفعل وكثير العمل. نعم. يعني كتيبه عمل في كل فرد في منظومه النادي الاهلي، بدءا من الكابتن محمود الخطيب مرورا باعضاء مجلس الاداره باللاعبين. نعم. بكل فرد، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، العمال المهمات اللي قايمين بدور كبير، واعتقد في المشهد في الصوره، ويعني مش عايز استثنى فيهم احد، قايمين بدور مهم جدا. نعم. الجميع بيتكاتف من اجل لعيبه النادي الاهلي ان هم يفرحونا باذن الله يوم الخميس القادم. جديه، حماس كبير جدا من اللاعبين النهارده. عايز اقول لك ان يا كابتن شوبير ان بعد ما اختتم الفريق تدريباته وعاد الى مقر اقامه الفريق، كان يعني منذ لحظات انتهت المحاضره، كان مستر مارسيل كولر عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، خلاص بقى من خلالها عرض كافه الامور الخاصه بطريقه لعب نادي الزمالك وكافه الامور الفنيه. نعم. اللي هيلعب بيها او يطلبها من اللاعبين. لسه انتهت من يعني منذ دقائق انتهت هذه المحاضره. نعم. دقائق طبعا وخلاص كل لعيب بيصعد للغرفه للاستعداد لليوم غدا باذن الله. عايزك تطمني على عمر الساعي وعلى كريم نيدفيد، لانه كريم برضو في حملة عنيفة جدا على كريم نيدفيد من بعد المباراة السابقة. عمر الساعي الناس كلها بتتكلم عنه لعيب هايل، لكنه لسه لم نراه حتى هذه اللحظة في التشكيلة الأساسية.
يعني نقطة في غاية الأهمية بالتحديد عمر الساعي. الكابتن سامي قمصان بيتكلم مع عمر الساعي، يعني بشوف الكابتن سامي قمصان حديثه دايما مع عمر الساعي، أنت واحد من اللعيبة اللي النادي الأهلي يعني استقطبها أو انتدبها هذا الموسم، فأكيد ليك وقتك وأكيد. وأنت عارف يا كابتن شوبير أن عمر الساعي كان يعني مرتبط ببعض اللاعبين اللي في فريق النادي الأهلي مواليد 2003، في يعني دايما تلاقيه مع مصطفى أبو الخير، مع سمير، مع مصطفى مخلوف، نفس العناصر كانوا موجودين مع بعض طبعا مع منتخب الشباب 2003. فاعتقد الامور بالنسبه لعمر الساعي، عمر الساعي يعني اقول لحضرتك بلغه الكوره متلهف، عنده شغف كبير جدا ان مستر مارسيل كولر يقول له اجهز عشان تنزل ارض الملعب. اعتقد واحد من اللعيبه اللي اعتقد يعني وجوده اضافه مهمه جدا للنادي الاهلي. كريم نيدفيد واحد من كباتن النادي الاهلي، وكلمه كباتن النادي الاهلي عارف امتى يتكلم، عارف الالتزام الصمت. وكريم نيدفيد يعني ما بيشغلش اي باله باي امور خالص غير ان هو الفريق يكسب، ان عايز ان الفريق يكسب، عايز ان كل فرد داخل الفريق يهدده. علاقه كريم نيدفيد ايضا مع اللعيبه مميزه، يعني اللعيبه كابتن شوبير لما بتتكلم او بيدور حديث عن كريم نيدفيد يقول لك واحد من الكباتن اللي عارف يعني ايه شخصيه النادي الاهلي، عارف الكلمه بحساب، عارف امتى يتكلم، امتى يكون في صمت. فاعتقد كريم نيدفيد واحد طبعا من اللعيبه المهمه، واحد من كباتن فريق النادي الاهلي. الاجواء يا كابتن شوبير يعني انا متفائل خير باذن الله، ان شاء الله ربنا هيكملها على خير يا رب باذن الله. بسالك عن عمرو السوليه، وعمرو واحد من كبار نجوم الفريق فاروق. عمرو السوليه النهارده طبعا شارك في التدريب بصوره مميزه جدا، يعني اقدر اقول لحضرتك ان كان في جرعه زياده شويه لبعض اللاعبين اللي شاركت على اجزاء من مباراه الاهلي والسيراميكا الاخيره، وبعض اللاعبين اللي ما شاركوش في هذه المباراه، فكان في جرعه مكثفه يعني بنسبه اعلى شويه لمستر مارسيل كولر، كان مدي فيها شغل فني اكتر لعمرو السوليه وايضا لوسام ابو علي، يعني تقدر تقول حتى حسين الشحات، يعني كافه اللاعبين اللي شاركت على مباراه يعني مستر مارسيل كولر، يعني تقدر تقول قدام جرعه اكثر بعض التفاصيل الفنيه، بعض التعليمات، الامور اللي محتاجها من عمرو السوليه، التسديد من خارج منطقه الجزاء كانت يعني نقطه من النقاط المهمه جدا اللي يعني تالق فيها السوليه. تقدر تقول كابتن شوبير السوليه وكافه اللاعبين ان شاء الله يا رب يا رب باذن الله يكونوا جاهزين لهذه المواجهه اللي بناكد على صعوبتها، ولكن في ثقه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي في اللعيبه وفي توفيق ربنا باذن الله. الجماهير زي ما حضرتك يعني استعرضت وقلت الجماهير موجوده، كانت لقطه مهمه جدا، كابتن محمد الشناوي احد الجماهير طلب القفاز. خليني اقول لك ان في نفس اللحظه او في نفس الوقت كان في يعني احد جماهير النادي الاهلي او صغار جماهير النادي الاهلي كان موجود معاه القفاز بتاع الكابتن مصطفى شوبير اللي اداهوله المره اللي فاتت قبل مباراه سيراميكا، يعني كان معاه القفاز الكابتن مصطفى شوبير. ويعني عايز اقول لك ان معظم الجماهير دلوقتي خلاص راح على مصطفى شوبير، راح على الكابتن الشناوي، كله بيطلب القفاز. فاعتقد يعني من اللحظات اللي بيبقى مستنيها الجمهور يا كابتن شوبير بتبقى بالنسبه له حاجه جدا، معاه حاجه من لعيبه النادي الاهلي. الامور كلها باذن الله يا رب تكمل على خير، ونقول يا رب السوبر اهلاوي باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح.